حديث مهم ومهم جدا يحدثنا به سلمان المحمدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ عليكم الحديث من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري. هذه طبعة مؤسسة البعثة، قم المقدسة، صفحة 447، رقم الحديث 424، بسنده وتفصيله عن سلمان رضوان الله تعالى عليه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. فقلت: يا رسول الله، لقد عرفت هذا من أهل الكتابين، من أهل الكتابين يشير إلى التوراة والإنجيل، إلى اليهود والنصارى. سلمان هكذا يقول: قال لي رسول الله إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. 12 نقيبا، 12 وصية. فقلت: يا رسول الله، لقد عرفت هذا من أهل الكتابين، من أهل التوراة والإنجيل. فقال: يا سلمان، هل علمت من نقبائي؟ ومن الاثني عشر الذين اختارهم الله للأمة من بعدي؟ فقلت، سلمان يقول: فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا سلمان، خلقني الله فقال يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره، ودعاني فأطعته، وخلق من نوري عليا، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور علي فاطمة، ودعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسنة، ودعاه فأطاعه، وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسين فدعاه فأطاعه، ثم سمانا بخمسة أسماء من أسمائه: فالله المحمود وأنا محمد، والله العلي وهذا علي، والله الفاطر وهذه فاطمة، والله ذو الإحسان وهذا الحسن، والله المحسن وهذا الحسين. ثم خلق منا ومن نور الحسين 9 أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق سماء مبنية،
وأرضا مدحية، ولا ملكا ولا بشرا، وكنا نورا نسبح الله ونسمع له ونطيع. قال سلمان: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فما لمن عرف هؤلاء، فما لمن عرف هؤلاء؟ فقال يا سلمان: من عرفهم حق معرفتهم. من زار الحسين عارفا بحقه. تلاحظون أن جميع المعطيات تسير في اتجاه واحد، في مسار واضح بين صريح. فقال يا سلمان: من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم ووالى وليهم وتبرأ من عدوهم فهو والله منا، منا من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فهو والله منا، يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن. فقلت: فهو والله منا، يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن. فقلت: يا رسول الله، وهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم؟ فقال: لا يا سلمان. فقلت: يا رسول الله، فأنى لي بهم وقد عرفت إلى الحسين، باعتباري أن النبي قد حدثه عن أصحاب الكساء حين قال: فالله المحمود وأنا محمد والله العلي وهذا علي، إلى آخر ما ذكره، حيث قال: والله المحسن وهذا الحسين. فقلت: يا رسول الله، فأنى لي بهم وقد عرفت إلى الحسين؟ قال رسول الله عاطفا على الأسماء التي ذكرها في أول الحديث: ثم سيد العابدين علي بن الحسين، ثم ابنه محمد ابن علي باقر علم الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم ابنه جعفر بن محمد لسان الله الصادق، ثم ابنه موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبرا في الله عز وجل، ثم ابنه علي بن موسى الرضي لأمر الله، ثم ابنه محمد ابن علي المختار من خلق الله، ثم ابنه علي بن محمد الهادي إلى الله، ثم ابنه الحسن بن علي الصامت الأمين لسر الله، ثم ابنه محمد ابن الحسن الهادي المهدي الناطق القائم بحق الله. ثم قال: يا سلمان، إنك مدركه، إنك تدرك القائم.
ثم قال: يا سلمان إنك مدركه. ومن كان مثلك؟ ومن كان مثلك؟ من محض الإيمان محضا، هذا هو الذي يشير إليه رسول الله. يمكننا أن نقرأها ومن كان مثلك، ويمكننا أن نقرأها ومن كان مثلك، بحسب التقدير، والمعنى واحد. ثم قال: يا سلمان إنك مدركه. ومن كان مثلك؟ ومن كان مثلك محضا للإيمان؟ ثم قال: يا سلمان إنك مدركه. ومن كان مثلك؟ ومن تولاه بحقيقة المعرفة؟ ومن تولاه بحقيقة المعرفة؟ المضامين هي في كل النصوص المتقدمة، وفي هذه النصوص، وفي النصوص اللاحقة، الحديث عن حقيقة المعرفة. من زار الحسين عارفا بحقه. قال سلمان: فشكرت الله كثيرا، ثم قلت: يا رسول الله، وإني مؤجل إلى عهده، يعني أنني سأبقى حيا إلى ذلك اليوم. قال: يا سلمان اقرأ، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هذا في المطلع الذي يناسب نفس السياق في مطلع الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الإسراء، ومر الحديث عن هذا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، فالنبي يشير إلى الكرة، إلى الرجعة. وفي الروايات والأحاديث فإن صاحب الأمر هو الذي سيأمر سلمان بالرجوع، هو الذي سيخرجه من عالم برزخه، هو الذي سيرجعه في رجعة تكون موافقة، موائمة لظهور إمام زماننا في أول ظهوره الشريف. سلمان من الراجعين في أول الظهور الشريف بأمر من الحجة ابن الحسن، وسيكون لسلمان دور عظيم في نصرة صاحب الأمر. الروايات تحدثنا عن ذلك، ما أنا الذي أقول، ورسول الله هو الذي قال له أيضا: يا سلمان إنك مدركه، ولست وحدك، ومن كان مثلك، ومن تولاه بحقيقة المعرفة. فالراجعون هم الذين محضوا الإيمان محضا، محضوا الإيمان محضا، إنهم على العقيدة السليمة التي مصادرها قرآن
محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف، أعني مراجع النجف وكربلاء في حوزة الطوسي الشافعية المعتزلية. قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بحسب بيعة الغدير بعيدا عن قذارات مراجع النجف وكربلاء. هذا هو محض الإيمان، هؤلاء هم الراجعون. يا سلمان إنك مدركه، ومن كان مثلك ومن تولاه بحقيقة المعرفة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي، اشتد بكائي وشوقي إلى قائم آل محمد. هؤلاء هم أصحاب البصائر، نحن في زمان إمامته ولا يشتد شوقنا ولا يشتد بكاؤنا. قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي. فسلمان استمع إلى حديث رسول الله، وها هي أحاديث رسول الله وآل رسول الله تتلى عليكم عبر هذه الشاشة، لكن سلوا أنفسكم لماذا مراجع النجف وكربلاء يحاربون ما يتلى في هذه الشاشة؟ سلوا أنفسكم لماذا أصحاب العمائم، لماذا وكلاء المرجعية، لماذا خطباء المنابر، لماذا الأحزاب الشيعية القطبية تحارب ما يطرح في هذه الشاشة؟ لماذا؟ والذي يطرح حديث محمد وآل محمد. قارنوا بين سلمان وبين هذه النماذج الفاسدة المفسدة القذرة المتقذرة المقذرة للشيعة بقذاراتها العقائدية والفكرية. قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي، ثم قلت: يا رسول الله، أبعهد منك؟ هذا عهد أنني سأعود في الرجعة؟ فقال: إي والله، إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني، هذا العهد مني ومن علي وفاطمة. فلماذا العهد من فاطمة؟ لأن فاطمة إمام الأئمة كمحمد وعلي، إنها إمام الأئمة من بعد محمد وعلي، إمام للأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم، إنها القيمة على الدين. فلا بد أن يكون العهد صادرا منها أيضا، هي صاحبة القيمومة على الدين وأهل الدين. الله هو الذي يقول: ما أنا في سورة البينة وذلك دين القيمة. الله يقول: هذا ديني أنا الله، هذا ديني هو دين القيمة. إذا أردتم أن تكونوا على ديني فإن ديني هو دين القيمة. من هي هذه القيمة؟ من هي؟ ثم قلت: يا رسول الله،
أبعهد منك؟ فقال إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة. إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر واضحة. فمدار عهود الرجعة بيد من؟ بيد الأئمة، هؤلاء هم صلوات الله عليهم. إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: هنا حركت ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: وكل من هو منا ومعنا ومضام فينا، مضام من الضيم، إي والله يا سلمان هؤلاء كلهم راجعون، وبعهد من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة. وكل من هو منا ومعنا، فمن الشيعة من هو منهم كسلمان، سلمان منا أهل البيت، فمن الشيعة من هو منهم، ومن الشيعة من هو معهم، مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: فمعكم معكم لا مع غيركم. العبائر دقيقة والنصوص وثيقة، ولعنة على منهج حوزة النجف التي تضعف أحاديث أهل البيت بقذارات النواصب. تلاحظون أن النصوص من الآيات والروايات والأدعية والزيارات يشد بعضها بعضا ويلتحم بعضها ببعض ويتواصل أولها مع آخرها ويتواثق آخرها مع أولها. وكل من هو منا ومعنا ومضام فينا، إي والله يا سلمان. وليحضرن إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان محضا ومحض الكفر محضا حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار. الأوتار هي الحقوق والثارات، حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار. ولا يظلم ربك أحدا، ويحقق تأويل هذه الآية
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال سلمان: فقمت من بين يدي رسول الله وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو الموت لقيه بعد أن أعطاه رسول الله عهدا منه ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة، أعطاه عهدا بالرجعة العظيمة. لاحظوا كيف يتعامل سلمان مع عقيدة الرجعة. أنا لا أجد وقتا كي أشير إلى النكات الدقيقة في موقف سلمان، لكنني أعتقد أنكم تلمستم شيئا من هذا الذي أقصده. لاحظتم اهتمام سلمان بهذه العقيدة، ولاحظتم تفاعل سلمان، ولاحظتم شدة بكائه وشوقه، ولاحظتم إصراره على رسول الله من أن رجعته هل هي بعهد من رسول الله؟ لاحظتم هذه التفاصيل، ولاحظتم كيف أن رسول الله يحدث سلمان والحديث يرجعه إلى القرآن من أن الرجعة حقيقة قرآنية صريحة واضحة. قايسوا بين هذا المنطق وبين منطق أولئك الأغبياء في النجف الذين لا يعتقدون بالرجعة ولا يزنونها بفلس، لا تساوي فلسا عندهم، من مراجعهم، من خطبائهم، من أتباعهم، من ثولانهم وأغبيائهم، من الديخيين، من شيعتهم. أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية المباركة كي نتذكر واقعنا الديخي الذي هو أبعد ما يكون عن هذه الثقافة العظيمة، الذي هو أبعد ما يكون عن عقيدة الرجعة العظيمة. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أنا شنو مستعجل؟ أنا شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني مرتين خلاقة أغاميشيني جميل بقول أبوك يا حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. سلمان رضوان الله تعالى عليه يقول: فقمت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو الموت لقيه.
كل هذا لماذا؟ لأنه سيكون في الرجعة العظيمة. أية عظمة للرجعة هذه التي يتعامل مع قيمتها ومضمونها سلمان بهذه الطريقة؟ نحن لا نتحدث عن شخص من عامة شيعة أهل البيت، نحن نتحدث عن الرمز الأول في أجواء الشيعة. إذا كان الحديث عن مراتب شيعة أهل البيت فإن سلمان هو الرمز الأول. وما هي هذه الأهمية للرجعة العظيمة التي يعطى سلمان بخصوصها عهدا من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن الأئمة من ولد الحسين من السجاد إلى القائم؟ ما كل هذه العهود؟ لماذا كل هذه العهود تعطى لسلمان وسلمان هو سلمان؟ سلمان لا يحتاج إلى هذه العهود، لكن لماذا يعطى سلمان هذه العهود؟ لأن القضية عظيمة عظيمة، لا كما يحدثكم هؤلاء الأخبياء في النجف وكربلاء. القضية عظيمة عظيمة. سلمان الذي هو سلمان تعطى العهود له من محمد من علي من فاطمة ومن ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي. إنها الرجعة، إنها الرجعة. عالم النقاء وعالم التصفية والفلترة والغربلة. هذه الأحاديث التي أخبرتنا عن البلبلة والغربلة وعن التصفية والفتنة والامتحان في زمان الغيبة، وبينت لنا عظمة تلك المعاني وحدثتنا عن مدى خطورتها وكيف أن الشيعة سيتساقطون، سيقع خلق كثير من الغربال، هكذا يقولون، أكثر الشيعة سيتساقطون من الغربال. وقد تساقطت الشيعة من الغربال منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة. كل أصحاب العمائم تساقطوا من الغربال، من غربال الغيبة، وذهبوا بعيدا، نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ذهبوا بعيدا عن منهج السلف الصالح، ذهبوا بعيدا في ضلالهم وغيهم، وذهبت الشيعة وراءهم. لقد سقطوا من الغربال، كلنا سقطنا، أجدادنا آباؤنا.
سقطنا، لازلنا ساقطين من الغربان إلى هذه اللحظة. هذا الذي أقوم به محاولة أن نعود إلى الغربال، أن تعود الشيعة وأنا من بينهم، أنا واحد منهم، أن نعود إلى الغربال. لقد أسقطونا من الغربال، هؤلاء السفهاء، سفهاء حوزة الطوسي. آيات الشيطان العظمى، هؤلاء أسقطونا من الغربال. كل هذه البلبلة وكل هذه الغربلة ستكون ضعيفة وضعيفة وضعيفة جدا بالقياس إلى الغربلة والتنقية التي ستكون في عصر الرجعة العظيمة. أقرأ عليكم من مختصر البصائر من الطبعة نفسها صفحة 117 الحديث 94 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الآية يوم هم على النار يفتنون من سورة الذاريات يوم هم على النار يفتنون قال يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته يوم هم على النار يفتنون الفتن في النار وعلى النار عملية التنقية عملية إزالة الشوائب من الذهب يوم هم على النار يفتنون قال الصادق يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب يكسر الذهب من حالته الصلبة إلى حالة ذائبة إلى الحالة المائعة إلى الحالة السائلة هذه هي عملية كسر الذهب تكسر الحالة الجامدة الحالة الصلبة إلى الحالة الذائبة لأجل تنقية الذهب من الشوائب التي قد التصقت بعنصره الأصيل من خلال المركبات والمعادن يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته قرأت عليكم كلاما لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل حدثنا به أبو حمزة الثمالي عن إمامنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين صفحة 130 رقم الحديث 102 حديث طويل مما جاء فيه صفحة 132 الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات إلى أن يقول وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترقة
ويفرق بها المجتمع، أو بصيغة البناء على المجهول والمعنى واحد، وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع. ما هو الكلام نفسه؟ عملية الكسر هي عملية التفريق وعملية الجمع. يكسرون كما يكسر الذهب. لتفريق الشوائب ولجمع الأجزاء الأصلية للذهب، لمعدن الذهب، لعنصر الذهب. وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع. وقت الحلقة انتهى، ولا زال الحديث متواصلا في فناء فلسفة الرجعة. نكمل الحديث غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.